بين تأكيد سوري ونفي أمريكي، نقلت وكالة سانا للأنباء عن مصدر عسكري سوري قوله إن طائرات تتبع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قصفت أحد المواقع العسكرية في شرق سوريا، ما أدى لسقوط قتلى ومصابين. الوكالة السورية أكدت نقلا عن المصدر أن الضربات الجوية استهدفت بلدة الهرة جنوب شرق البوكمال، مشيرا إلى أنها قصفت عدة نقاط بين البوكمال والتنف بالإضافة لمواقع عسكرية سورية. المتحدث باسم قوات التحالف الدولي نفى الخبر مؤكدا ان قوات التحالف لم تنفذ اي ضربات عسكريه قرب البوكمال. ياتي هذا في الوقت الذي نفت فيه وزاره الدفاع الامريكيه البيانات التي اشارت الى ان الطيران الامريكي او الطيران التابع للتحالف قام بشن ضربات جويه قرب البوكمال. وعادة ما يشن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة غارات ضد الإرهابيين في سوريا والعراق دعما لقوات سوريا الديمقراطية في محاولتها إخراج تنظيم داعش من آخر معاقله في محافظة دير الزور. من جانب آخر، أكدت قوات سوريا الديمقراطية أن مقاتليها استولوا على قرية تشيشة في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، مضيفة أن قواتها دخلت بلدة الناصرة القريبة من الحدود العراقية.